طب انا بس محتاجه افهم حاجه معلش، يعني انا النهارده لو انا رايحه الملتقى توظيف. التوظيفي ده، هل انا النهارده بطبع سيفيهات كتيره بتاعتي وخلاص وسجلت على الموقع، او اول ما وصلت ما كنتش عارفه المعلومه دي، اول ما وصلت سجلت مع بياناتي مع الناس الموجوده، هل ينفع ان انا اقدم في كذا مكان يعني أي ولا؟ متاح متاح، احنا الشركات موجودة، أي شخص عايز يخش الشركة، في واحد ممكن يقدم في اتنين وتلاتة، وممكن يكون عنده المجال ده، الشركة دي أما يعمل انترفيو شايفها غير مناسب ليها، بس صح. في شركة تانية مناسب ليها. وبنعمل انترفيو يعني في هيبقى في وقتها الانترفيو، هيبقى في، هو الموضوع على مبدئيا. مبدئيا في انترفيو وقتي، عشان طبعا ممكن يبقى العدد كبير، فمستحيل هيقدر يعمل انترفيو لكل شخص يقعده ويتكلم معاه. فاحنا هيبقى في انترفيو بالنسبه اللي هو السريع، ان هو ياخد بياناته ويشوف مؤهلاته ايه وقدراته بسرعه، وفي بعد كده يبقى في انترفيو في الشركه نفسها. بيحصل انترفيو تاني طبعا، ده بيحصل، ده لازم عشان يشوف مؤهلاته يبقى بصفه ايه مستقله شويه مع الشخص نفسه. تمام. طيب جزء من الحاجات المهمه جدا اللي بتعزز ثقه الناس في مثل هذه الملتقيات الثقافيه التوظيفيه هي المتابعه بعد ما بيقبل هذا الشاب في هذه الوظيفه، متابعه استمراريته في هذا العمل والاتفاق على الشروط اللي اتفقوا عليها، ان هو مثلا انت هتشتغل مده شغل قد كده بمقابل قد كده، هو مازال هو هو. تمام. احنا ده اللي كنت بتكلم فيه في بدايه الموضوع، ان بيتم متابعه بعد الملتقى. احنا في عندنا بالفعل عاملين لجنه، كان في الملتقى الاول في ذوي الهمم في متابعه نزلت على المنشات بالفعل، الناس دي اتعينت ولا لا، ان انا عندي داتا، الداتا موجوده عندي اوريدي، فبنزل اشوف هل تعين ولا لا، هل بيروح الشغل ولا لا، واتعمل له العقد واتامن عليه ولا لا، وفي حاله عدم التامين او عدم فعلا ان هو ما خدهوش بيبقى في اجراء ضد الشركه. طب عظيم جدا. وده اللي هيتم بالفعل في الملتقى برضه دوت ان شاء الله، ان يبقى في متابعه بعديه، هل الناس دي اتعينت فعلا، طب يتعمل انترفيو، وان شاء الله يبقى هنحاول يبقى في عضو مننا في الانترفيو يبقى موجود في يوم مع الشباب. هل في الشركات الناشئه مثلا بتشترك في الملتقى التوظيفي ده ولا لا؟ وهل بيتم رقابه من حضراتكم على تحديد اللي بيقولوا عليها ايه الرواتب الانتري ليفل للمتقدمين يعني للوظائف دي؟ لا، هو احنا الشركات احنا اهم حاجه عندي الحد الادنى للاجور، طالما هو بالنسبه لي اي شركه هتتقدم ما عنديش مشكله، المهم عندي ان هي موفره الحد الادنى للاجور للشباب من الجنسين، ومرتبات من يعني من 3000 وفيها عمليات تعويضيه. اهم حاجه ما يبقاش اقل من الحد الادنى للاجور، ده اللي بيفرق معانا احنا. طيب ازاي بيتم اختيار الشركات بقى اللي بتبقى موجوده في هذا الملتقى؟ دي الشركات احنا بنبقى من خلال تفتيشنا ومتابعتنا مع المنشآت، بيبقى احنا برضو يعتبر القطاع الخاص ده شريك اساسي معايا، فانا بوفر الفرصه دي، ابتدي اشوف احتياجاته ايه، واحتياجاته دي ما تبقاش شفويه، يعني باخد منه طلب رسمي باحتياجاته مختوم منه، عشان بعد كده المتابعه اللي هتتم على المنشآت. بتشوف ترحيب من هذه المنشآت؟ الموضوع انا مش ضاغط عليه، انا بقول له احتياجاتك ايه، انا يعتبر بعمل له، هو هيعمل اعلان ويعلن عن عايز عدد من الشباب كذا، وانا عملت له دلوقتي، انت بتساعده، ان انا بوفر له الناس، ولو المجموعه دي كمان مش مؤهله انا باهلها له تدريبيا عندي في مركز التدريب لو تبع للمهنه عندي، فبالنسبه له يعتبر انا بقدم له خدمه مجانيه للمنشاه. وفي نفس الوقت العلاقه بيهمني العلاقه اللي هي ما بين العامل وصاحب العمل، دي بتبقى في علاقه توازنيه ما بين الاثنين، فدي بتبقى مهمه بالنسبه لنا جدا جدا يعني.